أهلا وسهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. المدى: البصرة تطالب الحكومة ب 22 تريليون دينار. وكالة يقين نت: الميثاق الوطني، تصعيد الحلبوسي تجاه الميليشيات ليس سوى وسيلة للضغط. موقع شفق نيوز: العامري لا تنازل عن الكتلة الأكبر شيعيا وتشكيلها عبر الإطار والتيار. العربي الجديد: عشرات الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى. القدس العربي: 3 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين. انتمندت: روسيا خائفة من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة. الغارديان: بريطانيا خصصت المليارات لمشاريع تنتهك حقوق العمال. نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال للكاتب فارس الخطاب حول الانسداد السياسي في العراق. دارت دوائر الاتصالات النيابية المتصارعة من أجل حكم العراق بين الوعود الإيجابية والتهديد المبطن، لكنها أثبتت أن الخنادق المعلنة وغير المعلنة بين التيار الصدري ممثلة بزعيمه مقتدى الصدر وبعض قوى الإطار التنسيقي وبالأخص نور المالكي وقيس الخزعلي أعمق وأقوى من مجرد اتصال هاتفي أجراه الصدر مع المالكي، ظن الجميع حينها أنه سيطفئ جبل النار بينهما. ما أثبتته المحاولات الثلاث الفاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية أنها أعطت ملامح العملية السياسية في العراق، وأبرزت لامبالاة كل القوى السياسية المشتركة فيها تجاه إرادة الشعب العراقي، حتى وإن اشترك القليل منه في الانتخابات المبكرة في أكتوبر تشرين الأول 2021. ذاك أن حركة الأسواق ومعالجة الأزمات الطارئة وزيادة نسبة البطالة كلها أمور مؤجلة إلى حين ولادة الحكومة الجديدة، وهي بهذه السلوكيات غير المسؤولة وبخرق دستوري واضح لا يظن أحد من العراقيين ولادتها، بل يمزج مراقبون بين ما يمكن أن يفرزه الحراك داخل قبة البرلمان من اختيار للرئاستين المقبلتين الجمهورية والوزراء ودخول العراق في دوامة الفوضى غير محمودة العواقب. نور المالكي الذي يدير دفة الإطار التنسيقي وبشعار طائفي واحد يتعلق بأحقية شيعة العراق بإدارة لا يمكن أن تكون في أي حال من اختيار مقتدى الصدر، ولهذا حول المالكي قصره أحد القصور الرئاسية للنظام السابق في المنطقة الخضراء إلى مقر لتحشيد قوى الإطار لغرض حجب مشاركتهم في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، وهو ما نجح فيه بعدما فشل البرلمان بإكمال النصاب القانوني. وعلى غير العادة لم تحدد رئاسة مجلس النواب العراقي موعدا جديدا لتحديد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس، بما يعزز القناعات والتكهنات بأنه لا ضوء في نهاية نفق التفاهمات بين الصدر والإطار التنسيقي. ويضيف الكاتب: كتب رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي بعد جلسة الأربعاء والتي لم يحضرها كامل أعضاء الإطار التنسيقي في تغريدة إنه يعد لمبادرة للخروج من الأزمة، ولكن تجربة العراقيين معه شخصيا تجعل أغلب السياسيين في العراق يفترضون أن الرجل يعمل وفق خريطة طريق أعدت في دولة جارة وينفذها بدقة متناهية مع قادة في الإطار التنسيقي لا يمكن أن يخطئهم المتابع للشأن العراقي. يذهل الفكر ويحتار القلم حينما يكونان وسط خلطة متناقضة من الأحداث السياسية والأمنية والمجتمعية التي تنذر بخطر قادم لا محالة بعد أن غابت أو غيبت سيادة الدولة وهيبتها، وهذه ببساطة حقيقة الواقع العراقي المرير اليوم. يقول الكاتب جاسم الشمري في مقاله بموقع عربي 21: لقد كانت مناورات الأيام الأخيرة هزيلة
وكل طرف من أطراف الصراع يحاول إبراز عضلاته السياسية والمسلحة وسط حالة من الإحباط الشعبي المتنامي مع استمرار الشلل السياسي وهشاشة الإدارة العامة للدولة. لقد علمتنا التجارب الماضية القاسية أن طواحين السياسة لن تتوانى عن طحن سمومها وبثها بين المواطنين من أجل تنفيذ أجندات غريبة وسقيمة لتضييع مكانة العراق الإقليمية وطحن المواطن المغلوب على أمره. إن الزحف نحو الخراب والتناحر وبقية الفعاليات السلبية يؤكد أن حكومة مصطفى الكاظم عاجزة عن ضبط المشهد الأمني، وهذه السلبية مؤكدة عبر مئات الأدلة، وآخرها حرق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني ببغداد يوم الاثنين الماضي من قبل عشرات الغاضبين بسبب تغريدة أشارت لبعض المراجع الدينية، بينما كانت القوات الأمنية تتفرج على مراحل الحرق. وقرر الحزب بزعامة مسعود برزاني بعد ساعات من الحادثة تسوية مقره الحزبي بالأرض، مما يوصل رسالة خطيرة وفي الوقت الحرج لشركائه بإمكانية تسوية كل التفاهمات والذهاب لخيارات كردية محضة. هذا التناحر الحزبي والقلق السياسي من ذهاب شهوة الحكم وسلطانه من أيدي غالبية الأحزاب أدخلهم لمرحلة الانغلاق الفكري والقانوني، ولهذا هم يحاولون عبر حركات عبثية للبقاء أطول وقت ممكن في أجواء المحادثات السقيمة بين الإطار وكتلة الصدر وأنصارهما. يضيف الكاتب: ويعد الانسداد السياسي والهبوط في الطروحات والخطاب الهمجي والتعصب الأعمى من أكبر دعائم التناحر المشجع للحرب الميليشياوية، وبالذات مع وفرة الأسلحة. إن الطريق لإصلاح العراق يكون بالعودة إلى الأسس الثابتة التي تبني الإنسان أولاً، وبالتالي بناء دولة المواطنة الجامعة لكل المواطنين، والكفاح لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الظلم والطغيان والتحزب حسب رأي الكاتب. الفساد في العراق بنية لا عرض. يقول الكاتب يحيى الكويسي: تحدثت كثيرا أيضا حول ما أسميه الفساد المشرعا، وهو الفساد الذي يحدث في إطار القانون الذي يشرعه الفاسدون أنفسهم من أجل ترسيخ البنية الزبائنية التي تحكم الدولة، أو من أجل التغطية على فسادهم، أو في أقل تقدير من أجل إتاحة الفرصة لهذا الفساد. بعد إقرار دستور عام 2005 تواطأت المؤسستان التشريعية والتنفيذية في تمرير قوانين تشرعن الفساد عبر سلطتهما، ولعل أبرز مثال على ذلك ما سمي بالمنافع الاجتماعية، فقد سمحت قوانين الموازنة الاتحادية بمنح أعضاء مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونوابه حق التصرف الارتجالي بمبلغ مليون دولار شهرياً دون ضوابط أو خضوع لرقابة أو تدقيق حقيقيين. واستمرت السلطتان التشريعية والتنفيذية في تأطير الفساد قانونياً من خلال تصميم قوانين الموازنة الاتحادية لتكون كل مادة وفقرة فيها في خدمة القوى السياسية، الأحزاب التي حولت مؤسسات الدولة إلى مجرد إقطاعيات لزعماء تلك القوى والأحزاب من خلال إخضاع ميزانية الوزارات والهيئات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة أو محافظة لمساومات وصفقات وابتزاز، بداية من اللجان البرلمانية المعنية بالموازنة وصولاً إلى لحظة إقرار هذه الموازنة. والمضحك هنا أن المتتبع لمجريات إقرار المواد القانونية يمكن له بسهولة أن يعرف الجهة أو الشخص المستثمر الذي يقف وراء هذه المادة أو تلك الفقرة من خلال تحليل مواد قانون الموازنة. تجري مؤخرا محاولة أخرى لتمرير وجهة فساد كبير عبر قانون يناقش حاليا في مجلس النواب العراقي، وقد أطلق عليه قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، ومن أجل تمريره هيئت الأجواء خلال انتخاب لجنة مالية مؤقتة خاصة لتمرير هذا القانون، وغالبية أعضاء هذه اللجنة لا علاقة لهم باختصاص اسمه الاقتصاد أو المالية. يريد الفاعلون السياسيون الذين يقفون خلف هذا القانون أن يقنعون
أنه بعد فشل 17 موازنة اتحادية ومئات المليارات من الدولارات فشلا ذريعا في تأمين الخدمات أو في تخفيف الفقر، سينجحون اليوم في تحقيق الأمن الغذائي من خلال قانون مؤقت. علق الكاتب البريطاني ديفيد هيرست على التعليقات الغربية حول محادثات السلام الأوكرانية الروسية في تركيا، معتبرا أن الغرب ليس مؤهلا لإعطاء العبر والدروس لأنقرة بشأن دورها الوسيط. وقال في مقال له في موقع ميدل إيست أي بريطاني إنه لربما كان من الأفضل عدم اللمز بمساعي تركيا للتوسط لأنه لا يوجد حاليا سواها. استضافت تركيا في إسطنبول محادثات أمكن من خلالها الحصول على أكبر تنازل يقوم به الكريملين منذ بدء الحرب، وتم الكشف عن أن الأوليغارك رومان أبراموفيتش الذي تربطه صلات وثيقة بالكريملين يشك في أنه كان مستهدفاً بمحاولة اغتيال بالسم. وأثبتت تركيا أنها البلد الوحيد في المنطقة الذي لديه القدرة على إجراء حوار ذي مصداقية مع الطرفين في الوقت ذاته، بدلاً من أن يكون رهن أي تحقيق أدى أبراموفيتش كما أخبرني المسؤولون الأتراك دوراً محورياً في إقناع الطرفين بالحضور إلى إسطنبول، ولا أدل على ذلك من أنه كان يجلس ضمن فريق المسؤولين الأتراك في جلسة المفاوضات. قارن ذلك بموقف الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بمواقف أي من القوى الغربية الرئيسة، بينما نظمت كل من برلين وباريس ولندن مؤتمرات لإنهاء الصراعات الممتدة من البلقان إلى أفغانستان، إلا أنها لم تعبأ بعمل شيء هذه المرة لحل صراع طالما قيل لنا وباستمرار إن رحاه تدور على عتبة أوروبا، فكيف لنا أن نفسر ذلك؟ أما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية فلا نسمع سوى طبول الحرب تقرع، ومنها طالب السيناتور الجمهوري لدينسي غراهام مراراً وتكراراً بتغيير نظام الحكم في روسيا، بل اضطر البيت الأبيض مؤخراً إلى التنديد بدعوته لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين. ما بات واضحا حتى اللحظة هو أن الولايات المتحدة وأوروبا تنازلتا عن حقهما في التفاوض على صفقة تنهي الصراع في أوكرانيا، وفي هذه الظروف لربما كان من الأفضل تجنب اللمز بجهود الوساطة التركية لأنه لا يوجد حاليا سواها. نشرت صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً بعنوان لماذا يريد بوتين أن يدفع الأوروبيون مقابل امدادات الغاز بالروبل، وأشار التقرير إلى أن بوتين وجه إنذاراً لأوروبا مفاده بأنه لا غاز بدون التعامل بالروبل الروسي. يهدف بوتين في الواقع إلى إجبار الغرب على انتهاك عقوباته على روسيا من خلال الاضطرار إلى التعامل مع البنك المركزي ونظامه المصرفي. من الناحية العملية لا يحدث ذلك فرقاً يذكر لموسكو، إذ إن مبيعات روسيا من الغاز إلى أوروبا المقدرة ب 350 مليون دولار في اليوم من قبل مؤسسة ICIS الاستشارية للطاقة تقوض بشدة تأثير العقوبات الغربية أياً كانت الطريقة التي يتم بها الشراء. وسواء دفع الغرب ثمن الغاز الروسي باليورو أو الروبل فإن موسكو تكسب مخزوناً من العملات الأجنبية، وهو أمر مفيد لشراء الواردات أو لدعم الروبل. ويضيف التقرير أنه حتى في حال اشترت الشركات الأوروبية الغاز مباشرة باليورو فإن روسيا تصر على أن يقوم جميع المصدرين بتحويل 80% من الإيرادات إلى الروبل، وهو الأمر الذي يحصل عن طريق البنك المركزي الروسي الذي يخضع لعقوبات. تقول الصحيفة إن قرار بوتين أمر سياسي وليس تجاريا، ويبدو أنه مصمم لتحويل بعض الانزعاج من القيود المفروضة على البنك المركزي إلى الشركات الأوروبية ولتقويض تلك القيود جزئيا. قالت صحيفة الجارديان إن الحكومة البريطانية قدمت أكثر
من 5 مليارات جنيه استرليني في السنوات الثلاث الماضية لمشاريع طاقة وبنية تحتية في الخارج مرتبطة بانتهاكات حقوق العمال والأضرار البيئية ووفقاً لوثائق ومقابلات مع العمال. أجرت الدائرة مراجعات بيئية وحقوقية للمشاريع قبل منح التمويل. على الرغم من التوصيات الخاصة بالتخفيف من انتهاكات العمل، كشف 6 عمال مهاجرين يعملون في مشاريع شرق أوسطية مدعومة من UKEF عن تدني الأجور ومخاطر السلامة وساعات العمل المفرطة والحرمان من حرية التنقل باعتبارها قضايا مستمرة. إن تمويل الدائرة محدد للغاية، وعادة ما يمول مشاريع بنية تحتية ضخمة ومدمرة للغاية. اعتبارات حقوق الإنسان ليست أولوية لديها، ويبدو أنه يتم التعامل مع العناية الواجبة كما لو كانت مجرد نقطة على قائمة يجب وضع علامة صح أمامها. وتظهر مراجعة لبرنامج تطوير مصفات النفط في الكويت التي تم الحصول عليها من خلال طلب حرية المعلومات أن الدائرة كانت على علم بقضايا العمال قبل أن تقدم حزمة دعم بقيمة 179 مليون دولار 135 مليون جنيه استرليني في عام 2019. كان الموظفون والمقاولون يعملون بشكل عام أكثر من الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي التي يسمح بها التشريع. 87% من العمال الذين شملهم الاستطلاع لم يحصلوا على عقد عمل وفقاً لمراجعة قامت بها الدائرة. وقال غلام صديق من الهند، والذي عمل مؤخراً كمفتش في مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية لصحيفة الجارديان، إن العمال ذوي المهارات المتدنية يعاملون كعبيد ويعملون 12 ساعة في ضوء الشمس المباشر، وهناك مخاطر صحية لهؤلاء الأشخاص من الغازات المنبعثة في المصنع. يستذكر الجريح الفلسطيني صابر الأشقر تفاصيل وأحداثا عايشها خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة التي انطلقت على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ومنذ يومها الأول حرص الأشقر على المشاركة في فعاليات المسيرات كافة رغم الوضع الصحي الخاص الذي يعاني منه إثر بتر قدميه قبل عدة سنوات نتيجة قصف إسرائيلي. وفي منزله الواقع بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، يجلس الأشقر ممسكا هاتفه المحمول متأملا صوره التي حظيت بانتشار واسع بعد أن التقطتها عدسات مصوري وسائل الإعلام، والتي ظهر فيها جالسا على كرسيه المتحرك ممسكا مقلاعا استعمله في رمي الحجارة تجاه الجنود الإسرائيليين المتمركزين خلف السياج الحدودي الفاصل. يقول الأشقر إنه تعرض خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008 إلى إصابة في قصف إسرائيلي أدت إلى بتر قدميه ليصبح مقعدا على كرسي متحرك منذ ذلك الحين. ويضيف: رغم إعاقتي ومحدودية الحركة إلا أنني أخذت على عاتقي المشاركة بالفعاليات والأنشطة الوطنية كافة للتأكيد على قدرة الإنسان الفلسطيني وإصراره الدائم لصنع المعجزات وتقديم التضحيات. والآن تابعوا معنا رسوم الكاريكاتير.
أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.